توليب؟ كنت مفكرتك بالمستشفى. شو ما رحت لسه؟ أصلا هلأ جيت من المستشفى. أنا ما حبيت قلك إياها على الموبايل. عن جد شكرا كتير لإلك توليب. ليش؟ تفضل اقعد. ليش واقف؟ قلت لك شكرا لأنه خليتي البنات قاعدين بالبيت ولأنك أمنتي لهم شغل. أنا بتشكرك من كل قلبي على الشي اللي عملتيه. شو كأنه الأخبار بهالقصر بتنتشر فورا؟ ما في لزوم للشكر عمر، أنا بس عملت اللي لازم ينعمل. خبرت يولا أنه فيها تبلش شغل بالمشفى من بكرة، بس طبعا بالمكان اللي أنت بتشوفه مناسب لإلها، من بعد إذنك يعني. أي طبعا يولا فيها ترجع تشتغل تحت إيدي، أصلا بعد كل هالمشاكل لازم تكون البنت عقلت. أعمال اللي بيريحك عمر. صدقيني لو واحدة تانية ما كانت عملت مثل ما عملتي توليب. انت عن جد انسانة رائعة. انت كمان هيك بالنسبة الي. جوري. حضرتك طلبتي تشوفيني ما؟ صحيح، مثل ما وعدت دبرت لكم زيارة لصالح افندي، هلأ فيكن تروحوا فورا. عن جد شكرا كثير لك. يلا عن اذنك، باي. صار لازم امشي هلا. ليش؟ لوين رايح؟ في عندي كم شغله وبدي اخلصهم. انا برد بتشكرك. جوري لو سمحت ما فيني حاكيك بلا ما يشوفنا حدا. جوري، سيلين خبرتني باللي صار وانا مرقت لهون بس مشان اتشكر لتوليب. ايه مزبوط، ساوت لنا شغلات كتير وبصراحة ما بعرف شو لازم اقول. انا اكتر شي بيهمني انكم تكونوا مبسوطين ومرتاحين. كان بيودي اقدم لكم هذا الشي بس ما سمحتي لي. انا مضطرة امشي لانه لازم اخبر اخواتي بالزيارة. تمام، المهم ما تشغلي بالي، طمنيني عنك. طيب. اهلين بابا. بابا حبيبي عمري. ما بستقبلك. الزيارة كيف دبرتوها؟ والله فضل محامي توليب خانم، هو اللي حكى مع مدير السجن وطالعوا الزيارة. الله يكتر خيرهم. بابا أنا جبت لك معي غيارات نظيفة وأكل كمان، حطيت لك بيناتهم الأدوية تبعك. أبي طمني عنك. مسعودة بنتي. بابا حاكيني الله يوفقك. مسعودة إليلي، كيف وضعكم؟ بالي عندكم كل الوقت، إذا جبرتوا بيعوا البيت. تقبرني يا بابا، توليب خانم دبرت شغل للكل وقالت رح تتكفل بمصاريف جامعة سيلين كمان. صحيح عمي، بدي أقول لك حاشتغل مكانك بالحديقة. إيه صحيح، أنا وينال رح ننتقل على الملحق كمان. لا تقلق بابا، لا تشغل بالك علينا أبدا. هدول هن عيلة سباهي، ما بيتركوا اللي بيشتغلوا عندهم بيوقفوا جنبهم. الله يرضى على الخانم ويرزقها. قديش هالطيبة وبنت حلال. صالح جيليك انتهت الزيارة. يا عمري قلبي مرتاح هلا، ما حدا يشيل همي ابدا. يعني كيف ما بدنا نشيل همك يا بابا؟ ما رح نرتاح لترجع لنا. ينال يلا طالع البنات. بأمرك عمي. يلا 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 بأمان الله يا بنات. يخلي لنا اياك. ماشي حبيبي. بابا طيب نحن رح نجي لعندك زيارة كل اسبوع. ماشي. ماشي بابا حبيبي، نحن عم ندعي لك ليل نهار وما رح اقول لك بخاطرك لانه رح نشوفك دائما. تمام يلا مع السلامة، لا تصعبوها علي اكثر. باي. جوري خليكي انت لحالك.
بابا بوس ايدك لا تظلمني، انا ما عملت اي شيء غلط بحلف لك يمين. انتهت الزيارة. دقيقة بنتي، الانسان المنيح ما بيتخلى عن شرفه وكرامته وما بيفكر ابدا يعض الايد اللي مدت له. وانتي شفتي الخانم بهالظرف الصعب ما تركتنا وما قالت ما دخلني، ولولاها هي كنتي تبهدلتي واخواتك تبهدلوا معك. وبالنسبة لعمر، شو ما كان اللي صاير بيناتكن ما رح اسألك عنه. كل اللي بدي اياه انه تطوي هالصفحة وتنسيه. ولو قلنا عندك خاطر، انا وامك واخواتك بتروحي وبتنهي القصة. بابا، وإلا ما بسامحك بعمري. يلا وعديني بنتي. تمام، وعدك بابا. تمام مدام، خلصت الفحص. أهلين جوري. عمر، رحنا زرنا بابا ومن شوية طلعنا من عنده. كيفه البابا، منيح؟ ايه منيح. اخواتي رجعوا على البيت وانا نزلت على البحر لحتى اتمشى. طيب عندك وقت فاضي لتجي ونتمشى شوي ونحكي؟ معقولي اللي عم بتقولي؟ حتى لو ماني فاضي بيجي بشوفك، بس اعطيني 10 دقايق يا حبيبتي. تمام.